أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلب معاذ بن جبل، وكان في 23 من عمره. ففهم معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يكلفه بأمر مهم. السلام عليك يا رسول الله. رد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا معاذ، إني مرسلك إلى اليمن لتفقه أهلها في الدين، وليسلم على يديك جيل جديد من شبابها، فقل لي كيف ستقضي بينهم؟ أقضي بكتاب الله، فإن لم أجد فبسنة رسول الله، فإن لم أجد فبرأيي واجتهادي. قال الرسول: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي الله ورسوله. يا معاذ، إني أحبك، فلا تنسى أن تقول بعد كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أضاف رسول الله: يا معاذ، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، اعلم أنك ربما تذهب إلى اليمن فتعود العام القادم فلا تجدني. بكى معاذ وخشي أن يكون هذا هو آخر لقاء له برسول الله، ولكنه لم يستطع أن يتخلى عن المسؤولية التي كلفه بها الرسول الكريم، فنفذ وصيته وسافر إلى اليمن يدعو إلى دين الله. أسلم على يد معاذ بن جبل كثير من شباب اليمن، كان من أشهرهم أبو مسلم الخولاني الذي توطدت صداقته بمعاذ، وكان يلتقي به كل يوم بعد صلاة الفجر في المسجد الذي بناه هناك علي بن أبي طالب. السلام عليك يا أبا مسلم، كيف أصبحت يا صاحبي؟ أصبحت أشهد الله أني أحبك في الله. أبشر يا أبا مسلم، فإني سمعت رسول الله يقول: ينصب حول عرش الرحمن يوم القيامة منابر من نور، عليها قوم وجوههم نور ولباسهم نور، ليسوا بأنبياء ولا أولياء، يسأل الناس من هؤلاء فيقال إنهم أحباء في الله، ويقول الله: وجبت محبتي في المتحابين في. عليه الصلاة والسلام، اللهم اجعلنا منهم. أتذكر يا أبا مسلم حديث رسول الله الذي علمتك إياه في أول لقاء لنا؟ نعم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لا تنسه أبدا، سيكون منهاجك بعد أن أتركك وأعود للمدينة المنورة. هل ستتركني يا صديقي؟ اشتد المرض على رسول الله وأخشى أن يتوفاه الله ولم أره. قال لي قبل سفري: ربما تعود العام القادم فلا تجدني. وددت أن أسافر معك يا معاذ وألتقي برسول الله. لا يا أبا مسلم، ستكون أنت مكاني هنا في اليمن، ستكون مسؤولا عن مواصلة ما بدأناه. مات رسول الله ولم يلحق به صديقي معاذ، وصل المدينة بعد أن دفنوا الرسول صلى الله عليه وسلم. عرفنا أن الخليفة أبا بكر الصديق جهز جيشاً كبيراً لمحاربة مسيلمة الكذاب مدعي النبوة في اليمامة. نعم، ولهذا لن يستطيع أن يرسل لنا جيشاً لمحاربة الأسود العنسي الذي يدعي النبوة هنا في اليمن. المشكلة أن العنسي يزيد أتباعه يوماً بعد يوم، يستخدم السحر والشعوذة ويعرف به ما أخبار الناس فيخدعهم ويفهمهم أنه يعلم الغيب، فكثر المرتدون، والخوف أن يضيع الإسلام في بلادنا. لا والله، لن يضيع الإسلام ونحن أحياء ونحن مسؤولون. ألم تسمعوا قول رسول الله: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ وماذا يمكن أن نفعل بدون جيش أو مال أو نفوذ؟ نحن نملك ديننا وإيماننا، وهل دخلنا الإسلام بسبب جيش أو مال أو نفوذ؟ فيما تفكر يا أبا مسلم؟ نبعث خلف الأسود العنسي ونعرف ماذا يقول للناس،
ثم ندخل من بعده كل قرية دخلها ونفند أكاذيبه ونثبت للناس أنه ليس نبياً وإنما يريد أن يردهم عن دين الله.